أولويات الحكومة التي ضمنت بالبرنامج الوزاري، وهي أيضا نص عليها في المنهاج الوزاري: البطالة، الفقر، الخدمات، مكافحة الفساد، الإصلاح الاقتصادي. هذه هي الأولويات التي سيتم تقييم الحكومة برئيسها ووزرائها ووكلائها ومدرائها العامة. كل وزير خل لا ينغمس بالملفات الوزارة، مو أقول نتركها، لكن يخلي الأولويات أمامه. يعني من يريد يعد جدول الأعمال ما اليوم الثاني، شنو مواعيده، زياراته، قراراته، مداولاته، يكون يباوع على هذه الأولويات قدر تعلق الأمر بالوزارة.